unknown computer program. حكم الإعدام الزائر الذي أصدرته محاكم آل سعود بحق آية الله الشيخ نمر النمر لا زال يتفاعل ويثير ردود فعل غاضبة في أنحاء مختلفة من العالم ومنها بريطانيا. فالشيخ النمر لم يرتكب جريمة يستحق عليها العقاب بل إنه يدفع ثمن مواقفه المقرر. And he has for many years stood up against the tyrants in the region, and has stood up for people facing oppression and injustice. For this reason, he has not been arrested and is actually being threatened with execution. We are here today in London to support the campaign to free Sheikh Nimr and to stand up for a man who has stood up for many people beforehand. إن تنفيذ حكم الإعدام بحقه لن يؤدي إلا لمزيد من تدهور الأوضاع في المنطقة، وهو الأمر الذي يفسر الدافع الذي يقف وراء هذا الاعتصام. I'm here today to condemn the action that could potentially be portrayed by Saudi Arabia. I believe that this action is something that will create more violence and hatred between Islamic sects. I believe that it's injustice, and this essentially goes back centuries ago, and we don't want that decision to happen again. إذا فيجب على آل سعود ودنار الفتنة الطائفية بدلا من تأكيدها. فالشيخ نمر should be released, and his rights should be elevated to the center, so because he should be allowed to go back to his people and campaign again, once again, for the right to speak. رجل لم يدعو إلى العنف بل دعا للإصلاح وليس حقوقا أساسية للمواطنين تمتع به الحكومة البريطانية لدى السلطات السعودية دفع بهؤلاء المعتصمين إلى مطالبتها بالضغط على آل سعود لإطلاق سراح الشيخ نمر النمر. سأرى عرائبي للبحرين اليوم من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في العاصمة في لندن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملف الأسبوع. هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على أهم الملفات الساخنة للساحة البحرينية خاصة ومنطقة الخليج بصورة كاملة. شكرا ومرحبا. مشاهدينا الكرام، كان الحدث الأبرز على الساحة خلال الأسبوع الماضي هو قرار المحكمة البريطانية العليا بأن ناصر بن حمد الخليفة لجهة البحرين لا يتمتع بالأقامة أو تحريمه من الملاحقة القضائية. وقد صدر هذا القرار يوم الثلاثاء الماضي 7 أكتوبر، وذلك بعد أن رفع المحامي التحديث دعوة ضد قرار الموجود على العدل البريطاني أصدره في العام 2012، والقاضي بأن ناصر حمد الخليفة يتمتع بالحكامة ولا يمكن اعتقاله، وذلك أثناء حضوره لجنة الألعاب الأولمبية التي جرت في لندن في ذلك العام. مع تفاصيل أخرى في هذا الشكل. خبر محاكمة الجلاد ناصر الخليفة تقول رقم الوسائل الإعلامية العالمية وفتح شهية الإعلاميين لتعقمه الحدث باعتباره استثنائيا بعد قرار المحكمة العليا البريطانية إسقاط الحكامة الجنائية عن فتى الحكم الخليفي المدلل. الحكم الخليفي بدا في تخطط واضح وأبواقه ارتبكت وفشاطت غبرا طالبا منتزعة من القبائل الخليجية والتي بدورها سارعت في إنهار العالم بتصريحات لا تهمي ولا تهمي من جوع إضافة للتهديد والوعيد الإلكتروني على شبكات التواصل الاجتماعي.
قرار اسقاط الحصانه غير قابل للاستئناف بحسب قانون ويندا. والخطوه الثانيه هي فتح ملف التحقيق في تورط الجلاد في تعذيب المواطنين في مقدمتهم تاريخ ثوره فبراير 2011. السيار يقرا من صاحب المركز الاول والشاعر المبدع والمعجزة والرجل الحديدي ورئيس الحرس المنحي والقاب الاخرى لرجل الدكتاتور الخليفي لن توقف المطاردة الاعلامية او الملاحقة القضائية ونبذه في عموم القارة الاخرى.